السلام عليكم. تخيل يا صاحبي وأنت تتصفح في مواقع ألعاب فلاش في أيام 2009 و2010، ووجدت لعبة مفيدة اهتمام وقوية، لعبتها ومش مهتم بها، وفجأة تصدم أنها مش في عربي، وتصدم أكثر عن نهاية الفريق التعيس. اليوم راح أحكي لكم قصة استوديو عربي الصغير، كان لا حرف رأس المطورين العرب، وعن مشروع مميز يقد يبدأ نهضة جديدة في سلسلة ألعاب عربية، ولكن لم يحدث ذلك بسبب رأي حسن كثير. قصة اليوم على استوديو نيكلوس جيمز، وهي نبدأ. كي نعرف قصة الاستوديو هيا نرجع إلى الزمن في 2004. في مدة من المدة ظهر شخص معروف في هذا الموقع اسمه عمار حرفوش، أو اسمه مستعار ستيك إكس 86، هو مطور ألعاب سوري مقيم في الإمارات. صنع ألعاب تلفزيونية بعض من ألعاب الغريبة مثل المهم المريدة في 2006 وهروب المجنون في 2007. المهم في أحد الأيام قرر أن يشارك في مسابقة جيمين في 20 فيفري 2009. اجتمع فريق صغير من شباب العرب المحترفين، وهم أبو سويد هو رسام محترف من الإمارات، وإيهاب الجيراني هو رسام أيضا محترف من السودان. ركز على هؤلاء الرسامين انه راح يلعبوا دورا مهم في ركود اللعب. المهم بدأوا في مشروع باسم The Project Flame. بعد شهرين اكمل نسخة الفا للعبة، رفع مقطع عنها في اليوتيوب، والعرب عجبوا بها، رغم بعض الانتقادات مثل شكل زومبي غير ملائم للعبة. لكن للأسف تم إلغاء المشروع بسبب ما جهول. ولكن بعد 5 أشهر أعلن حرفوش وفريقه عن نزول ديمو في موقع نيو جراوندز، الذي يجمع أقوى ألعاب الفلاش في العالم وقتها. في مشروع آخر سواه بسبق من مدة اسمه The Legend of Zed Ninja. لقد أن ليس قوية إلا قبل حقها حلو. وبعد 100 أشهر تحديث 2010 نزل تحديث كبير لعبة The Project Flame، الذي أصبحت لها قصة وأحداث وغموض الذي جعلتها أفضل من قبل بكثير. المطورين تعانوا من مشاكل كثيرة مثل وزن ملف الثقيل للعبة بسبب جودتها القوية، لذلك قاموا بإيداع حجم شاشة معينة كي يكون حجم الملف الصغير يشتغل في الفلاش بشكل جيد. وتعانى أيضا عن عجزهم لدعم اللغة العربية لأن محرك اللعبة لم يدعمها. بالنسبة للردود الأجانب كانت جدا إيجابية ومجنونة، أما الردود العرب كانت مختلفة. في قسم أول قال عنها رائعة ومتواضع عليها، وقسم ثاني نقدها وما عجبته اللعبة بسبب عدم في اللغة العربية، ما في شخصيات عربية ولا بيع عربي. وركز على تلك الانتقادات لأنها راح تلعب دور كبير. المهم بعد ما أطلقوا تحديث الديمو فازت اللعبة بجائزة الوهم فورد بيجيت وداي فيكشر في موقع الفشل العالمي، وكثير من شركات تواصلت معهم خاصة كارتون نيتورك. تلك الشركات تواصلت معهم كي يشتغلوا معها في ألعابها وأشياء أخرى، وللأسف الصفقة فشلت بسبب مجهول. كثير يسألون لماذا بهذه الدرجة الأجانب عشقوا هذه اللعبة. الإجابة يعود بقوة جودة اللعبة بفضل الرسامين الذي ذكرتهم من قبل، رغم صغار سنهم إلا خبرتهم كانت طويلة. وإن شفت صور الفنية الخاصة بهم قبل سنوات طويلة لا تندهش، كأنهم في عالم آخر مو عالم حاليا. المهم مرت الأيام وكثير متحمسين للنسخة الكاملة للعبة، ولكن هذا خبر المطور راح يصدم الكل. في 2011 أعلن المطور عن إلغاء المشروع، والسبب أن الفنانين رفضوا الاستمرار معه بسبب الإعلان الطويل، لأن الألعاب بجودة عالية تطلب فلوس كثير، وأيضا الإعلام لم يدعمها بسبب سبب نقد اللاعبين العرب. لذلك ترك المشروع وكثير زعل،
ومجتمع حق اللعبة تذمر للأسف، وأيضا في بعض الفعاليات التجارية ألغاها أيضا، وصنعت من لعبة وأيضا ترك المطور عمار حرفوش فريقه في 2013، وتطوير خارج صنع اللعبة ملك الترفيه الرخيصة لجوه، لكن نجحت حد نجاح مجنون عند العرب بسبب الدعم الإعلامي العربي لها. المهم الاستوديو قاعد نايم لمدة طويلة إلا استيقظ في عام 2015 وسوى اللعبة في جوال اسمها قطع الحبل، وسوى بعد سنة أخرى لعبة اسمها سكي سيكا هيروز وما نجحت أيضا، لذلك تكفى الاستوديو في 2017. هذه هي قصة الاستوديو العربي المحترف الذي حاول أن يعمل شيء فخم بمستوى المطلوب كزبان في أبو خشب، ولكن الإمكانيات المادية لم تسمح لهم بسبب غياب الإعلام العربي وحظ سيء مع الشركات الضخمة، لذلك جعلتهم يفكروا على الفلوس أكثر من جودة الألعاب الذي أدى إلى انهيارها. أتمنى أن تعجبكم المقطع باللايك واشتراك القناة وتنشروه لعامة الناس كي يدركوا الخطأ الفادح ولا يقعوا فيه. مع السلامة.